الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هنقول سوتشنا كتاب كي الرحبية في علم الفرائض، باب التعصيب أيها النور دمادي، باب الحج بنا وانكب الله بيني كين تانان باب الحج بقرين وحي الخلاصة وحن سوى خلاصين إن تعصيب كأيوه فروض دي مدام إذا مادين dadku qaabki wax ugu dhaxlaan waa afar qaybood qismun yarithu bitta'sibi faqat maana tadabo afwan waa tadabane waa 12 qismun yarithu bitta'sibi faqat waana 12 kaas waxa weeye al-ibnu wabnul ibni wal-akhu shaqiqu wal-akhu lil-abi وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأبي والعم الشقيق والعم للأبي وابن العم الشقيق وابن العم للأبي والمولى المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لبي طبنكاس لا يرثون إلا بالتعصيب وليقوت ملك لما اتقع وانا إن مركز تقع عدد مسكحة الوها يؤو آهد دي لرى التعصيب وحكو دحلا قفكو صدح لي حقون التعصيب كما ركز في مسكحة الوهي أو عاصب بنفسه وحويا يأخذ جميع الطريقة إلى انفرق ما إنه ما القرآن قاطة مركو كل النقضة تنلبات أو ما أبقت الفروض هذه أي أصحاب الفروض جوغان وحي أي صار ريبان أصحاب الفروض قاطة هذه أصحاب الفروض أي لما يستانوا فروض أي طريقة لما يستانوا سقط وعدها مركزنا وحن مثل هذه شلون كعلينا هو وحن لعين مهنبا وابنه اللبيه طبعا كاس ابنه مهنا مرضعه ما له الصورة يبكرب إن أصحاب الفروض كذا ما يسكران ماله صابته أوحي وحده ما يسلا سجح حجابه هل كاس وحن ويبود من قسم كوبات أو قسم يرث بالتعصيب فقط اللبيه طبعا قسم قال بعض وقسم يرث بالفرض فقط وأنا تضبه قسم يرث بالفرد وتطبع الأم وولدها محاوية لابد ولد الأم ويل إيا قبح وميت كفا ياوي وولدها والزوجان شم إيوه والجدة تاني جدة دي حاجة هوية يتن حاجة أبا وتطبع داس الأم وولدها والزوجان والجدة تاني تطبع داسنا لا يرثون إلا بالفرض ولقد عصبا من النقضان ما لنا كما سوى قلان فرض من بي وحكو قاتان تاسنا قسم القسم قلبات وقسم يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمع بينهما وحاوين مرنا فرض وحكو دحلان مرنا عصبا وحكو دحلان لكن مرنا الله ما كل ميو وأفرت نسك أم الثلثان وحكو غادة جيت إلا إسكو أفرق أهالين نس وحوة يرمك الزوج كان لغرر يابو أفر دمر وحكوك على تاجر تي زوج ومرك لغرر يابو بنت الابن أخت الشقيقة أخت الأبي أفر تاس نس ما أيها وحكوك على تاجر ثلثان أفر توداب وحكوك على تاجر ثلثان مرك إلا غلبي هنا ثلثان وحكوك على تاجر مرك من ذي هنا نسي قاطة أفر تاس وأفر دمر وبنتي وبنت صلبئة بنت الابن أخت الشقيقة أخت الأبي أفرتو داسو مر صاحب الفرض إنه غضانو هذي من مدي هين وحي وحكو قاتان نس هذي لبا لبا يكبدا يهين ثلثان مرنا عصبي نغضانو ناقي صوب مرنو أفرتو وحا ويان وحا عصبي شري ولا لهد وحا عصبي وعصبة بالغير نأيغا نغضا عصبة مع الغير نلبدا ولا لها نغضا عصبة بالغير نأفرتو دا نغض شري ولا لهد عصبي شري ان عصبه مع الغيرنا وحنا نقول جري اختها الشقيقه اختها الابي مركه عصبنا وحبايه كدخلان فرضنا وحبايه كدخلان
لكن مرنا ما دعدو ان لو كلميو او ليرا عصبنا انتاسي كو قادايان فرض انتاسي كو قادانا قسم افراد وقسم يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمع بينهما وانا الاب والجد الاب والجد هدي وجوغه ابني اما ابن الابن حويان فرض حقوقات صدح علي لي ابك اي جدك مارك ابني وجوغه اما ابن الابن او فرع وارث المذكر وجوغه سدو سيقاتان دبن وما صلاتان فرض كاس عينوبا هدي ان فرع وارثه جوغين اصبي وحكو دخلا وهدي كلي غدي هنا مالك ودا قادن هدي اصحاب الفروض جوغان مارك قاتان اصحاب الفروض خودا انت كلا قات هدي بنتي اي جوغتو انت صلبي اما بنت الابن او فرع وارثه جوغان مؤنث او يهي اما بنتي ونقض بنت صلبي اما بنت الابن نقض اما وحويان مركاسنا سدسنا وحيكو قاتان سدسنا فرض نمو وحي صهرنا عصب نمو وهذا وحي صهرنا عصب نمو يقول درسنا مركوا اللوتشن إياه مركاس مركا مرنا فرض كليه وحكو دحلان مرنا عصب كليه مرنا اللوتشن إياه أفرتاس قسمي وحن وجد بيننا إن فر إن أس أهل أهل وحويين تعصيبك إيو أصحاب الفروضك أو مركي دوبهان لا يسكسوا العلي باب الحجب هذا كان باب الحجب حجابك بابك سوي وهو حجبك لغة حق اللقاهان المنع والديد حجب حاجب واتن ليرانينك بغر كتاتها كعلي حاجب داتكو كعلي وشرعا حق شرعيهان المنع وديد من الإرث لحالك اللي يسكو ديدو بالكلية قودهان أو من بعده أما قبل كيس اللي يسكو ديدو لقاهان ومنع ديد شرعيهان لكن وحوين المنع ديد من الإرث لحالك اللي يسكو ديدو بالكلية قودهان وقفك مالك يقدن لو ديدو أو من بعده أما قبل كميدا لو ديدو سيدة علامة البقاري عبيري وكاسي قرحون وحوية منع من قام به سبب الإرث منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حديه إن دحالك يودن لغا حجابه أما الله بادي النصيب كي بدنا لغا حجابه الله بادي النصيب كي بدنا لغا حجابه مركا مركي مالك يودن لغا حجابه وحجب حرمان اللي رهده مركي واحا وين لبادا النصيب نصيب كبادن لغا حجابه حجب النقصان اللي رهده والنعاس منع من قام به الإرث قف سببتي وحكو دخل له كو قنتي من الارث ان لغا حجابه بالكليه واحد حرمان او من اوفر حظيه اما لبدي سنصيب ميد كوين لغا حجابنا واحد نقصان فدرت لكم يروى الحجب حجبي نوعا ولا بنوع حجب النقصان نقصان حجبي دي وذلك مثال كي انتقال الزوج وزوجك كغوريدي سو كلي بالولدي بسبب الولد عرور سببتيس او غورو من النصف النصف إلا خبع أقول زوجك مركان فرع وارث وجوه حن سوء أقول نس نقاط لكن هدي ولد جوه ولد كاسوح وكحجابة يا نسكي وحن أقرار يا ربع مركا تاسوك لحجب النقصان وي وزوجتي وكان تقالي زوجتي زوجتي قولي ديدو كالوي من الربع ربع يكا قورتو إلا ثمون ثمون يقورتو زوجتي هدان فرع وارث جوهين ربع يقابطة لكن فرع وارثة توجه وفرع صوح كحجابة يا ربعي وحين أقوري ذا ثمن والأم وكانتقال الأم هو يدي قوري ديدي أكلوي من الثلث الثلث أيك قورتو إلى سدوس سدوس أي قورتو هو يدي هدي فرع وارثة وحو أن ربع وسن شوغين فرع وارثة وسن شوغين ولا لك تعددنا أي سن شوغين ثلث أي قابطة لكن هدي وحويان أي شوغان ان فرع وارثه اما ولا لا تعددي ثلثي ولا حجاب سدسي ادي والابي وكان انتقال الابي ابي كغوريدي سو كلا وي من الكل مالكو دن انو قاطه او كغور الى سدس او غور او اي ويلو ماركا سو كلا تاسكو ايما كارتا ويل اي كو ايمان ايدا ماركا حجب غاس وحال يرادا حجب نقصان باب كان لوغا حدلي ماي باب كان لوغا حدلي ما حجب غاس
يو حجب حرمان هو كنت حجاب ديدي إن لقد يخففك مالك يطلع لك حجابه وحجب حرمان هو كنت أما قدنت حجاب ديدي وذلك مثال كحجب ابن وحويان ويل كحجاب دي سوكلة آه وحليتك كحجب ابن الأخي ابن الأخ حجاب دي سوكلته كحجب ابن الأخي وحويان ويلك ورالك ولا حجاب دي سوكله بالأخ ورالك اللي حجابه مرضو أخ جوجو ابن الأخ وحبه أمي يلي مالك يردن أيا لغا قريب وحجب وكحجب ابن الأخ ابن الأخ حجاب دي سوكله اللي حجابه بالأخ ورالك اللي حجابه وهو حجب حرمان كاسونا المراده نادم كمراد كيسوي وهو أي حجب حرمان حجب حرمان كان مراده مراد ناظم ناظم كمراد كيسوي هنا هلك الولجيد هل كان واحد ولجيد واكاس معنا مهم اللي قف حجب حرمانكم مقلا علامة البقرية والكاس وكوشيك وينقسم إلى قسمين حرمان مركويري هل كاس وكوشيك والله بس صدح كدي صفحة لسور رقبة وينقسم إلى قسمين حرمان وهذا الله يدخل على ستة لح قف حجب حرمانكم مقلا وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج وزوجته لحذا سحج بحرمان ولقدكم الله ما لك لقمة هو جكره ضابط ينالي هنا وضابط محويا كل من أدلى للميت بنفسه غير المعتقي قف كسته وميت كأسه نفتي سأقول سوء دواده عن إدك لكو سوء دوان معتقى ما كان لقاه ريابه انت كالاتو وحويا مثل عالمجر وحج بحرمان قاله وعكلام مهم أهل كان مركن جوجنه حجب حرمان كل بصبة لبقى لمدة كل ما هذا لبقى قيب سما حجب بالوصف وحجب بالشخص لبقى لاس قيب سما حجب حرمان ك لبقى سبب هذا كل ما هذا إن علمت بغرق ولا قفها ما يصير حجب بالوصف وحجب بالشخص لبقى لاس كل ما هذا إن لبقى لاس مرك حجب بالوصف وموانعه موانع لو مقعده قف كان ولاغا حج لاغا منعيي دخلكي وصف كوقمي رق وقتل واختلاف الدين فصبحي صفه كوقمتي تاس marka waxaa lagu magacaaba mawaani xagan looga soo hadlo halkan looga hadlin ma xajbiga kale to xajbi xirmaanka waa xajbun bi shakhs qof kan dhalkii oo dhana laga qadina shakhsi sabtiisa laga qadina marka een heshaas adigu sidaas uu soo koobin laakiin waa dhigaya baqarihu calaam marka halkan waxa looga hadlaa waa maxay waa xajbu xirmaan oo ah xajbun bi shakhs xajbun bi shakhs ayaalkan looga hadlo والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالأم ففهم وقسم أشبه وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبقي عن الحكم الصحيح معدلا والجد أووقي محجوب ومثل حجابه عن الميراث بحلك لك حجابه بالأب بسبب الأب أبا سبتي سلو حجابه في أحواله أحوال الجد أحواله داس وحوليه هشان شوريغا جد كان ولو علي كرا ضميرك حواليه كجيره اب كان ولو علي كرا لكن سيف دول مارديني وجدك علي دونا مردو جدك علي دونا لبدان لو علي كرو بسيف دول مارديني كون شرحان اخر دونا هي اسكان كسوخين جد كان مركو علينا والجد اوغي محجوب ومثل حجاب عن الميراث دخلك لغا حجاب بالابي بسبب الابي لو حجاب في احوالي احوال الجد ابها دواء لكن جدك اسكغا علي الا شارح اساس كسودون أحواش أثلاث صدح لها صدح ليس حالة غوية الحجابة أبال وحجابة صدح لها حالة ومدان هذا الشيء قلنا عشر من الله بيني وأوقونا صدح حالة إنه حكود حالة أبونا صدح حالة وحويان تعصيب فقط فرض فقط تعصيب يفرض إن الله جميل هذه وحويان ويل وچوغو ميت كده لأي أما ابن الابن وچوغو صاحب الفرض قريب النقوم hadii uu joogo waxa weeyaan wiil iyo gabar midna isan joogin oo farax waaris uu joogin casara kale yuu noqdaa haday gabar uu joogto oo ay asxaabul furuud ku xoor reebaan suduskana wuxuu u qaataa faradnimo inta soo hartayna casabannimo u qaataa waa loo jamciya saddexda xaalu sheegaa saddex aamuna saddex xaalu leey awuguna saddex xaalo marka ahwaalihi in loo cilsho labada damiirka in labadaba loo cilin kartaa saakeene ilaa saddexda xaalo awugina weelay abina weelay
مركز يقول والجد وأوجي محجوب ولا حجابا عن الميراث الحلقة لا حجاب بالأبي أبال وحجابا في أحوال حالته سنة أوجل وحجابا الثلاثة الصدح هذا صدح هذا حاله ولا حجابا مرح أب هدوجو مرح دي أب جوجو جد وحلو ميال للمر وحج وحرمان كل عين بالشخص وتسقط وايد نعضى الجدات أيوينكم من كل جهة إنك استوى كرد عام بالأم بسبب الأم هو إذا سببتين ففهم فهم هو حكم كاس وقس كقياسه ما شبه وحي شبه وتسقط وايد على الجدات أيوينكم أيوير نان والحجابة هو يلو حجابة هو يلو حجابة ركا هرانا وأصر شيئنا واحد ليرات أه إن جدد أو أم الأبي أه أظن وحجابة ويل كده اسمه حجابة عند الشافعية عند الشافعي وتسقط وايد على الجدات أيو يمكن من كل جهة إن عكست من كل جهة حولي هاي وحوين من جهة الأبي ومن جهة الأم ومن جهة الجد صدق هذا كإيمانية وحوين هاي أي يدي هاد أم الأم أي يدي هاد أم الأبي أي يدي هاد أم أبي الأبي صدق هذا نعم كإيمانية كل والحجاب مرضي هاي جبت من كل جهة وكدعا بالأم بسبب الأم لا دعا ففهم فهم هو حكم كاس وقيس كقياس ما أشبه وحي شبه وابن الابن ويلك ويلكسي هكذا صدا صوكالوي بالابن أيو كرعا وابن الابن ويلك ويلكسي هكذا صدا صوكالوي يسقط ودعا بالابن أيو كرعا ويل أيو كرعا فلا تبقي هالضلب معدلا من الله غلا يحضو عن الحكم الصحيح حكم صحيحة فلا تبقي هالضلب عن الحكم الصحيح عنك حكم كصحيحة معدلا من الله قال لحده الرادين حكم صحيح وهي حكم صحيح وهي مركا هل كان هو قال ابن الابن ودعي ابن يكدعي ابن الابن كستا مركا وهو كدعي ابن الابن ككري ابنه وهو حجاب ابن الابن ابن الابن ودعي بالابن يكدعي ابن الابن الابن ودعي ابن الابن يكدعي mid kasta midka ka hooseeyo ridid midka ka tanin marka suuro wabnul ibni wil wil kisna hakada sidoo kale weeyeen bil ibni yasqudu wadicna bil ibni ku dhayn fala tabri haradin an al hukm sahih kunu qas hukm ka sahiha ah maadilan meel looga lixdo aqulu waxan la yaayo al jaddu awuga mahjub wal la xijaba bil abi abal wax xijaba mutlaqan kala qaadlan xaala u yahay abu xaladiisu dhan kala qaade xaladiisu dhan saddexda xaalada سواءً وحاسكم إذا كان هاي جد كاسو يريد ميد وحكور دحلا بالتعصيب عصب النمو وحده وكذي يسحالو يهد هدو عصب النمو وحكور دحلا كجد سيدة أوو أوكلا فقط أوكلا أو عمسي بالفرط فرض وحكور دحلا وحده وكذي يسحالو يهد كجد سيدة أوو معفن ويلتشل أو بالفرط فرض أي وحكور دحلا والتعصيب عصبين معن وذكر كجد سيدة أوو أوكلا أوو هاسو مع الدينتين قبر لتشل أوه قبر الجيرة، فإن الجد أوهجا إذا كان هطوا هذا، فإن الجد أوهجا إذا كان هطوا هذا معه مع الجد أبن أبه تجرو في حالاته وحول أوه حال ذي الثلاثة وصدق هذا ورث الأب أبيه وحول حلا صدق الحال أبا وحول حلا أبا وحول حلا وحجبل جد جد كنا والحجاب بالأب أبه الحجاب وحجبل جد جد كنا والحجاب بالأبي أبا الحجاب صدق الحال أبا ورحل هل كاس أول حجاب يدس وصباح وتسقط الجدات أيوينك وارد عن مطلقا كلا قاضلان حاليهم بالأم هو يدي كل عام سواء واسكمت كنا إني أيوينك سكا هذا من جهة الأم حق هو يضا أو من جهة الأبي أما حق أبها أو من جهة الجد أما حق أولها وين على هذا كرية وهذا كما معنى قوله وماضي قولك سمعني سأير من كل جهة كدعا وقوله يري ففهم فهم وقس كقياس ما أشبه وحي شبهنا حشو فهذا لسك حشو يوم ماشي اللي قبه حنا وهكذا حشو معنى هذا لأن معنى كلام عن وحوين على أقل الله هين موضوع الليل هذا أو إتمام البيت لوليمي مركا وحو لي هاي مصطفى طيب البقاء المحققة وحو الظاهر هنا ليس كذلك بل المراد انتبه إلى ما ذكرته لك من سقوط الجدات بالأم وقس عليه ما أشبهه من حجب كل جد بعيد بالجد القريب ساسوا يوليه إيه ما هنحشو معنى كفر ليه أو وكس طابة سيدة أبو جدك أوريدي جدك استانا جدك ككر يوريدي ساسوا يوليه جدك استانا مدك ككر يوريدي
مركا ما هنو لي حشو. وهكذا سيدا سوكلا يسكد ودعيا ابن الابن ويل ويل كيس بالابن يكدعي وكل ابن ابن ويل ويل كيس لمانتيس ويل كاسو نازل هوسو دغينا بابن ابن ويل ويل كيسو كدعي ويل كاسو أعلى ككري من أسد ويل ويل كيس كستابا وهوسو سيدغا كان ككري حجاب. وهذا كان معلوم واللوغي مما كيس سبق صور مري في قولك صور مري وما اللي دي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب بيت كيسا لقوا بأيو كل واحد وحد الشيخ وضع لك واحد وورد لير أبا همان وهذا قوكم كان معلوم ولا أغا مما كي سبق صهر مري في قولك صهر مري أويل وما اللي دي البعدة مدي فغانت فغانت مدك أصاحبك وما صغنان مع القريب مد أولا تركيسا في الإرث اللي حالك الإحديسا من حظ دي فلا نصيب. قال نادم كوكوير وتسقط الإخوة بالبنين وبالأبي الأدنى كما روينا وبني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياط وبالبنات وبنات ابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني وتسقط هذا بل ولا عليه يقال عد حجابي ده وتسقط الإخوة ولا عليه ويدعان بالبنين ويلدي كدعان ولا له رق يضمر وحربانها آبين ويل هدو جو ودعيا ولا لها رك يضمر با ويل ميت كود لي مر هدو جو وحبه وميالي ميت كود لي وتسقط الإخوة ولا له ودعان بالبنين بسبب البنين ويلش سبتو دي كدعان وبالأبي الأدنى آبها دون وكدعان كما هو وين سيدنا لوري آبها دون وآبها عادية وميت كود لي ولا باشرين ولادة كاسوي مارك الله بو هالكاس خشيك وحاوي ولا لها وحرد كو ابني هذا جمعان وحبك ما هن حوين مقصود ما هل ابني هدو جوجو يا هدي اللي بيجي ندي كبدي واسكم ولا لو حبوا ميالين كو يا اب لب لما داس هذا مرسينين او يكون دعان ولا له او حجابه وتسقط الاخوه ولا عليه وي دعان بالبنين ويلشي كو دعان وبالابي ابا كو دعان ابا الادنى اي دو و هو كاعتراض ابا دو مكو لي جدك لميت ما واركي دونا لميت ما خلافه كجيره كما هو وين سيدنا لو ولي وبني البنين ويلاشا ويلاشا ودنا ويكو دعان كيف كانوا سي الله سيدي حاضان من أي حال كانوا من قرب أو بعد ابن الابن سكست هو فقال أما هذا واد وفيدا أسنا ولا راح صبح مكة رداء مكة سمرين الدببة إخوضا إخوضا اللي فيدا أيانا وأسكمت إخوضا الشيقضاء أهد يلي أبن يلي أمي وأسكمت صبح دي ولا راح يكو إماجرين كو إماجر كو أبي هوياها يكو يكو أباها يكو يكو هوياها كل وأسكمت ويفيدا يان صبح لان الشيء صدح لان للشيغة وبني البنين أنا ويكود عن ويلش ويلش وذا كيف كانوا سي الله سيدي حارا من أي حال كانوا سي الله سيدي حارا من قرب أو بعد وا أما هذا هو ذي ما هفوا قادي سياني حتى مارك الفاضي جمع هيد وبني البنين إيو وحوين بالبنين إيو الفاضي جمع إنا يسمى مقصود ده هين هل ويل هدو جوا أوريد إيو أو وحوين ابن الابن وهدو ميدي هاي أوريد إيو هذا يجمع هنا أوريد إيان تاسور ما إنو كوب برارجيو مركز يقول السيان واسكمت فيه في هذا الحكم حكم كان الجمع جمع يول وحدان من مثل واسكمت حكم كان أو حجاب الدل حجاب إخوضة هل ويل يويل البدن واسكمت واسكمت سيان واسكمت فيه في هذا الحكم حكم كان لحديثة الجمع جمع يول وحدان من مثل واسكمت هل كاس ما كلام رأي ولا عليه ويكل حرام مرة أول ولا لها عن الصدح طبعا صدح يوم الوحي جابا الشيقابة كواها لأبي لأم وإسكم ملي حايا هل كاسد حلاس مركا لما رأى إخوة لأم أيا قيرات وحي سيلين تتكلو سيح جابا وصدح كلاو قفا سيح جابا ليحا مركا حجابا إخوة لأم إخوة كالتون وحويان أو الشيقابة صدح حلاس يكو إبيهين لأبي نه هل مدى قيرات واح أو لأبي حويان أفرح حجاب تو صدح لان لشيغي إيوه أخ شقيق أخ شقيق أي حجاب كذلك على مدى اختبع شقيقة هذين نقطة عصبة مع الغير هذين نقطة مركا صدح داس لشيغي يا شقيق أم بها حجابي إخوة لأبنا لكن إخوة لأمنا صدح كروسي حجابي دو ربها لكي نكون شاب ويقول ويفضل وحو ليرات لن نقول ابن الأم ولد الأمك وعرورك ميتك كوهو يضع هين كو أبها هين وحو لك ليرات نقول بالإسقاط ردد بالجد أول اللي قول ردو أول اللي قول ردو أول وشوغو ولد الأم وحبق ميالي إخواتي أقول لي أمي نهي ميتك كوهو يضع هين ففهم فهم هو كان على اختيار دين دلالك فهموا
سددال أو احتياط كل فهم ويفضل ديارات وحول النقون ابن الأم هو يدع عرور كيدي بالإسقاط الردد بالجد أول قرده ففهم فهم حكم كان على احتياط ددال كل فهم وبالبنات قبل أن يقول لدينا ديارات وحول النقون أيضا فهم حديبا وحويان قبر ميت على إذا يتشوكتو خلاص ودمات ولد الأم حمد حلو أما هل قبر هاته ما كبرناه وبنات الابن ويل قبلي ستي تشوغانا أيضا ولا فيدي صدح لاس ويمر صدح لاس ولد الأم كي ديارات لان غطي وصيح جابي وقال وبالبنات قبل أن يقول إيه وبنات الابن ويل قبلي جمع وكان إنسان مركب بنات أوليه إيه بنات الابن جمع شرط معها هل قبرة إيه اسكو ميت إيه قبل بلان تاسو مركا كتوسا مركا سكويري جمعا حال أيهين أيال الوريدين ووحدان المدمد حال أيهين هذي بدينيهين أو جمعيهين إيا هذي مدمديهين فقل لي واحد إيه ترى هذا زدني إيه سيادي من هذا العلم المتفق عليه علمي قال لي سكوها فقصي هاي إيه سيادي هاي قد شوچيني إلا ولي ما طمعن وقت هاي واحد وين حجبي مركا إيه سيادي ولي مركا فقل لي واحد اعتراض زدني اي سياده من هذا العلم المتفق عليه علمي كان او متفق او لسكو وافقسن يحي اي سياده او دهرات كلا اي سيشه شرح سيف دول ماردين وحوري اقول وحن لا يهو تسقط وين دعدا الاخوه ولاله سواء واسكو ميد كانوا ولاله احدين اشقاء اكو ميد كو ابي هويا او لي ابن اما كو ابا او لي ام اما كو هويا أو مختلفين أما كوا إسقلاف صار وحرم هذا ولال أردن وبيع بالأب الأقرب آبها دو كبيع وهو آبها دو المباشر ومت كلب باشر لولادة الميت ميت كذا المديسة ويت ميت كالمورث لا تحلاي آبها على كاس وكود عن كوب ذكر المطلب كان الميت ميت كهاي أو ثم ميت نديك هاي وحرم هذا ميت ميت كآبه طلعي بدو تشوفه ولال وحبه ميالي ومثل هذا كوباد ولا له حجابه لابو وتسقط الإخوة ولا له ويدعان أيضا نغشة بالبنين ويل الميت كو دلان واكو دعان وبني البنين ميت كو ويللو دلي ويللي دلان واكو دعان لابو داس ما يكو دعان ابني يا ابن الابن صدح داس ما يكو دعان وإن نزلو خاص بهو دقين هدير ربان ابن الابن قاس سيدير ربان خاص بهو دقين وغير مركب بنين تاس إن سنجمع شرطي أهينو هل ولد هدو تشوغو ميت كو دلي وغيداي هل ويل هدو تشوغو ولا لا إنه رده يقتصى مركز وغيري وليست الجمعية جمع نماذج معهم مرادة مدلوتشيدو جمع نماذج أول ليه بنين يا بني الإب بني البنين مرادة مدلودن ليه معها ومقصودة بل كما تحجب الإخوة سيدا ولا لها اللي حجابه بل إسكبتاي كما تحجب الإخوة سيدا ولا لها اللي حجابه كذلك سدا سو كليتو ايا يحجب الاخ ولا كل يحجب او وله معناها وتسقط الاخوه تدوي حتى تاسو بريرجينا مره هورت جمع مره ليه ولا لا الحجابه كو الحجابه اني جمعي شرط معها حجاب الدوده كو وحجابه لفت كودن شرط معها اني جمعيين مره كان الحجابه يا شرط معها انه جمعي هي مره الحجابه كان وحجابه يا شرط معها انه جمعي مره وحجابه هل ولا لا دو يهنا ولا حجاب حتى بده هنا ولا حجاب ويلش ميت كل دلائنا هذا يمدي هنا واحد جبايا ولا لها هذا يبدي هنا واحد جبايا مركز وغيره وليس الجمعية جمع نماذج معها المرادة من لوجه دبل إسكاب الداية كما تحجب الإخوة صدى ولا لها فضلا لوحد جبايا كذلك صدى صوكلا يحجب لوحد جبا الأخ الواحد ولا الكل جيس أو الاثنان أم الله برد وكما يحجبهم هذا نجمع نماذج كلا إنسان مرادة هنا قطصا وكما صدى يحجبهم إخوة أقول حجابي طيب حجاب أيام ده البنون ويلشة وبنو البنين ويلشة ويلشة ذو سيد حجاب أيام كذلك صدى صوكلة يحجبهم ولا لها وحي حجاب الابن الواحد هل ويل إيا وابنه ويل كيسة وإن نزل خاص به الدقيق وبه صدى صونا صرح ناظم ناظم كعديي بقوله كعديي سيان واسكمت فيه حكم كان فيه في هذا الحكم الجمع جمع إيا والوحدان مدمتك ويفضل صدح راس مركا ولا لو دنا الحجابه الابن ابن الابن يا اب قريب ولا لو دنا الحجابه صدح راس مركا هذا هو ربا انه شيغه ولا لها اول امنا وحيالها ديرات كان يهن لو سي حجابه ربا ويقول ويفضل الاخ ولالك هو ديرات لن نكون ولالك سو من الام حقه هويدا كاهابي على اولاد الابوين
عرورت ميت كأكو أبي هويا يو على أولاد الأبي عرورت ميت كأكو أبها وحو ديرات كرنقون بكونه هانشدي سو يسقط يسقط متنع يقو أهادي أيضا نغشي بالجدي أووها واكو دعين وين على هبا سري أوواس أوواس سدو ربابها أسرين أواكو دعين كو وبالواحدة هل قبرنا واكودين إيا فأكثر وحي كبرا ومن البنت بنتي أه وميتك قبدي سيئة أو بنت الابني أما ميتك ويلو دالي قبرو دالي مارك صدحو إيراد ليه وجدك إيا بنت ذا إيا بنت الابني فيحجب والحجابة ابن الأمي هو يدع أذور كيدا بزيتة نحل وحجابة بالابني ميتك ويلو دالي وابنه ميت كويل كيس ويل كودالاي والأبي أباه والجدي أوه والبنتي قبادي ميت كودالاي وبنتي لبني هي ميت كقباد ويل كودالاي قبادو دالاي والأخوات ولا لها مطلقا كلاقات الآن كبله في ذلك أرين كسوشي كله كالإخوة ولا لها ليه إجمع قبادها ولا لها ويلش اللي مدي ويل يا قبادو واسكومي دول عليه أرين تسوشي أرين تسوشي واسكلامي والأخوات قبلها ولا لها مطلقا كلا قاتلان حاليهن أما هذا لأم أما هذا أشقاتها هذه أما أشقاتها هذه مرك ولا له أما هذا كوا أشقاء قبلها ولا لها أما هذا كوا اللي أبنا أما ها هذين كوا اللي أمنا ويلش كحوين والأخوات كبديه ولا لاها مطلقا كلا قدلان حاليه في ذلك أرين كسر الصوشة كله دمانتيز كالإخوتي لمدين إجماعا قال ناظم حوين ثم بنات الابن يسقطن متى حزل بنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن ذكروا من ولد الابن على ما ذكروا ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكيا وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا ثم بنات الابن ويلك قبلها أودالي يسقطنا وادعا متى وقت حاز أي أرسلان البنات قبله ميت كودالي الثلثين يا فتا شاب كان هل كان وغربين وقهت له بنات الابن حالت أي دعيان ميت كا بنات كا او دالاي ولد هدو جوغو هدا وخبا ما يالين با هدي ويل جوغو ميت كو دالاي بنت الابن وخبا ما يالين لكن ميت كي ويلو دالاي ما جوغو وخا جوغو او كليا غبدا او دالاي غبدا هاسو هداي لبا غيران بنات الابن مكاس اصحاب الفرضنما وا كا دعايا هداي سن هيرين مكا ولا الاخ معصب كدغا اما سي ويل اي ايدا اوتو معصب كدغا ماركا ساتاي سنيلين خلاص بحال كدامي كدخي ميدكي وخو دالاي لبا غبدودو وخو دالاي جوقت يو ويلو دالاي غبر او دالاي لبا دا غبدودو ميدكو دالاي ثلثانك ايغا قادانايا ماركي ثلثانك قاتان وا دماتي وخ غبد فرض او قاتان وا دمات حمتيدو سو هرتي وخي غبداس بنتو ابنغا وخو ييلا كارتا وا ان ويل جوغا عصبي oo ayada la darajee ama ka hooseeyo taas waxa aanu sheego markaas wuxuu yiri thumma banatu libni wiilka gabdhaha uu dhalay yasqudna wa dhacayaan mata waqtigi haazal banatu gabdhuhu ay koobaan oo arursadaan athuluthani thuluthayn ka ya fata shabkan hadii waxa weeyaan marba banatu libni banatka umayd ku dhalay ay laba dhan yihiin oo thuluthayn ka ay arursadaan وَأَطْعَيَانَ بَنَاتُ ابْنِهِ إِلَّا إِذَا عَصَبَهُنَّ إِنْ عَصَبَيَ مَهَانِ أَذْكَرُ مِثْلَهُ مِثْكَاس لَبُو مِنْ وَلَدِ الْإِبْنِ وِيلْ عَرُوكِيسَ عَلَى مَا ذَكَرُوا سِدَي شَيْغَ وَحَوَيْن مَرْك حَدِي بَنَاتُ أَيْ اثْنَيْ دَمَادَان ثُلُثَانِ كِيَقَادَنَا بَنَاتُ ابْنِهِ جُوغَ وَحَيْ وَخْ كُقَادَ كَرَانُ مَالْ كُقَادَ كَرَانُ وَعَصَبَنِمُ إِنْ هِلَان أَيَغُونَ عَصَبَ سِكَلَ كُمَا نُقُو كَرَانَ هَتَيْسَ عَصَبَ بِالْخَيْرِ نُقُو marka soo kale marka oo asab bil qeyr waxaan ahay maba noqdaa banatu ibnigu marka saddex ayaa asabay karta ibni la dhashay oo ibnu ibni oo ayaga la dhashay iyo ibnu ibni in adeer koodi oo meedka laba wiil uu dhalay gabdhahan ma ahan labadii wiil aan midna wuxuu dhalay gabar oo bintu ibni ya joogta
midna wiil u dhalo ibn ibn ya jooga labadii wiilna waa inta marka way siray yihiin ibn laba wiil ka tagaba dhaasu in adeerkiis waa casabeyna sadex waxa casabeeya wiil ka hooseeya oo eeda ay u tahay oo waxa dhacay meedkan wuxuu dhalay midna laba gabdhood iyo laba wiil labadii gabdhood uu joogaa labadii wiil mid wuxuu dhalay binti hal gabar midna wuxuu dhalay ibn bana dhintay labadii wiil ibnigi uu mid kamid uu dhalay a ibn si dhalay kaas uu dhintayna markaas waxa jooga ibnu ibnul ibn wiilkaas iyo bintul ibn iyo bintan binta sulbi marka binta sulbi markay thulthan qaatan thulthka soo haray waxa weeye wiilka oo ibnul ibnul ibniga ah iyo gabadha bintul ibniga oo eedadiisa waxa weyn lida kar mithlu hadin thani u qaybsamay marka bintul ibniga saddexda saacadayd in shaq wiil la dhashay u xasabeeyo oo ibnu ibni ku aabaa u xasabeeyo iyo ibnu ibni la ilmaadeer u xasabeeyo iyo ibnu ibnu ibni ka hooseeya oo eedo u tahay u xasabeeyo saddexdaas u xasabeeyo akh mubarak ah leeyahay markaas oo kale akh mubarak ah leeyahay haashiyadu markaas oo kale waa qabtaa hey ta qabana wuxuu yiri illa idha asabahunna meel dambu ka qabadoona oo lamira iyadoo kale ka qabadoona oo daahira mubaadina taas soo socoto ka qabadoona wa midluhuna wuxuu yiri may waxaan horta tii waraanka gudubna wuxuu yiri illa idaa casabahuna marku casabay maan adda karo mid lab oo min waladin ibni ah cala ma dakar wax sheegay halkaas uga gudbay banaatu ibnigi xaaladda ay dhacayaan halka ka dhacayaan xaalad kamid wuxuu rabaa halkan inuu hadlo haddana akhawaadki inuu galo akhawaadki uu gali wuxuu yiri ومثلهن مثل البنات قبلها وحلمد الاخوات ولاله اللاتي ولاله يدلين سو دواده بالقرب كندو ميدكاس دو من الجهات جوين كاميرا اذا اخذنا الضيقه تن فرضهن فرض كود وافيا حابيه ميد مايسترن اسقطنا وريدايان اولاد الاب عرورتي ابو دلي عرورتي البواكي اي بويايي هلكا و هو كولايهي بنات الابنغا waxaan idhaahay hadii baraadku ay qaataan nasiibkooda waafiya banaato ibn waa dhacay waxa lamid uu ku yiri akhawaadka shaqiiqaadka akhawaadka shaqiiqaadka markuu leeyahay wa midluhunna midlul banati gabdhihi meed ku dhalay waxa lamida al akhawaatu walaalaha waa kuwa shaqiiqaadka al akhawaatu walaalaha allati walaalaha yudliina soo dhawaada bil qurbi kan dhaw midkaas dhaw min jeed kamida midka dhaw waxa weyn waa waa shaqiiqaadki oo abi hooyo meed ugu soo dhawaaday gabdhahaas lamida إذا أخذنا قبضها صدي قاطن فرد هنا فرد كود وافيا حاله يهمد ما يسر فرد قبضه وافقا وثلثان فرد وبضن وكاس وهذا لبطن معنا هنا قادة كران هذا مكا فرد كود وافيا قاطن وثلثان كأي قاطن أسقطنا ويفريديين أولاد الأبي وقبله أو الأبن أخوات الأبن أسقطنا ويفريديين أولاد الأبي عرورتي أبها البواكي إبويا إبويين إحلاين أيوب walaalkooda dhintay maalkana booyina uga soo aadeeyay wax kale heli maayaan booyintaas umay dhal u helayaan sababtoo ah waxa jooga shaqiiqaa ayaga tuusanka qaadanaya ayaga walaalkooda dhintay waxna heli maayaan marka alba waaqi asaas u leeyay ayagana waxa badbaadi kara akh mubarak akh mubarak waa kana wa in yakun akhun walaal haddu joogo wa in yakun haddu haado akhun walaal walaalkaas oo lehun ayaga u sugnaaday bay haadiran mid jooga haddana ta qabkiya wa in yakuna hatu ahaba akhun walaal walaalko lehunne li awlaadil abi usunaaday haadira mid jooga tu ahaba asabahunne awlaadul abka su asabayna asabahunne awlaadul abka ayu asabayna baatinan haka baatinka iyo wadaahiran macnaha waa xugun haqu ula jeeda oo daahira oo baatinan ba sawaba wa asabayna marka halkaas uu ka qabtu yiri wa huwa وهذا اخا يسمى وحلو مغعابا الاخ المبارك وهو لولاه لسقط حيل هديس جوجن وا دخل ها وحان جوجا لبا غبدودو ميدكي كو ابي هويا يا غبر ميدكي كو ابا اما لبا غبدودو ميدكي كو ابا اما شان غبدودو كو ابا جوج لبدو كو ابي هويا اما كو بدن كو ابي هويا ثلثان كي قاطين خلاص ما هدي ثلثان كي قاطين كوان هدي اي جوجان اخ la dhasho meedka ku aaba lida kan mise xadiga sayni tuliska ula qaybsanahay haduu san joogin laakiin waa dhacayaan ayagu waxa la leeyahay yaa mudakar ugu dhow oo xantida casaba u qaata midalan ibn al-akhaj shaqiq ama ibn aqli abi
كي مركز أدو أوميتك كاسا قادنا ميتك أيقونا قادنا يعني كوان كوان وقادنا يعني. لكن أقاس ودو تشوغو خلاص ساقع عصمينا مركزي انت صوحر طي أي لدى كري مثل حديد ثيين حلقة بصنايا. قال محمد بن محمد بن أحمد سد المدين وحر أقول وحن لا يهي إذا اجتمع هطي كلمان البنات قبله إيو بنات لبني ميت كويل كور علي قبله سي هطي كلمان وحاز أين أرسدان البنات قبله الثلثين ثلثين كأي أرسدان بأن كنا وابعين إهادان ثنتين لبقية فأكثر وحكبرا بناتك سقط واحد نعيا بنات لبني ويل كقبله سي كيف كنا سأل سيدة هذا واحدة ميت يفع أكثر ويحكى بضا قروبت هذا وقت الدرجة تون الدرجة دود أو بعدة الفوقات اتحادت هم دود الدرجة تون الدرجة دود أو اختلافتها اسقلافت اجمع إلا إذا وجد دي الله لما نذكرون ميت لق ميت كاس لق ومن ولد الابني ولد الابني أقل فإنه ولد الابني قاسو يعصبهن بنات الابني قوى عصبين إذا كان هدو يهي في درجة تين الدرجة دود أو أنزل أما ميت كخوصي إذا كان في درجة تين وامح waaba ku abwa bala ashayba ama wala in maade way ku dareejo oo ama si anzala mid ka hooseeyo minhun ayaga wa dareejo ka hooseeyo labadaba waa asabayna ala ma sidii qadaca ay gooyeen bii xukunkaas bal jumhur wala yu'asibu ma asabeeyo ibnu ibnigo man qof tahta asaga ka hooseeyo qof ka hooseeyo ma asabeeyo gabar ka hooseeyo gabar ka koreeyo iyo gabar la sameeyo inuu asabeeyo way ogaanay laakin gabar ka hooseeyo ma asabeeyo ibnu ibnigo ولا يعصب مع صبيه من جبر تحته أسكاه صيدا أو من بنات ابنها بل يحجبهن وحجابا لقربه لوجديس اللي أسكاه كدو ومثل البنات قبله وحلم إذا الأخوات ولاله الله تي قبله يدلين كسر دوانا بالأبي والأم جميعا حليه قبلها ميت كأبيه هو يكسر دواني وهو كسؤال المراد وميت لولجد بقول عظيم كقول كسويري يدلين قبلها كسر دواني بالقرب كدو ميت كسر من الجهة كاميرا أي من جهة الأبي والأم إذا أخذت الطيقتان الشقيقات قبلها ميت كأبي هو يضع الثلثين ثلثين كطيقتان بأن كنا وابعين النقضان شقيقتين لبك أبي هو يضع يفع أكثر رحكة بلد لبك ديقانا وقادكا أسقطنا ويخديان الأخوات قبله ميت كأبا أسقطنا ويخديان شقيقات كاسو الأخوات ولا له أولي الأبي أصغنا لأبا كيف كنا سيئة الله سيئة هذا إلا إذا كان إنو أحاد أمهاني معهن لتركوذة أخو ولال أولي أبن أبو سماري فإنه ولال كاسو دو جوغو يعصبهن ساقع السبعين فكاسو وحي الصحري أي لدى كاري مثل حذين أثين أقيف سنعين وقوله ناظم كقول كسولي وافيا أي فردهن فرد كوذة الكاملة أو دميس كتنا وهو فرد كدميس كتنا أثل ثانوة فرد كبله دميس كتنا هذا مكا فرد كيو دميس كتنا قاتان ويقول كي احتراسي هذا هل مدى نس قادته بإمام مركز اختضى لأبن تعالى سدوس يقابنه إلا سدوس أو حرين سدوس يقابنه ويقول الواحد ترزة وقال له أرصدي به قولك أو أه وافيا واحد ترزة وقال له أرصدي به قولك عما إذا كانت عما إذا كانت أخواته ولا له هدين نقضان ولا له أصول للأبوين أسقنا هذه واحدة هل مرة ولا له أبوين كهدين نقضان مر وأخذت أين قادت مدرس النصف فإنها اقتضى الشقيقة ده لا تحجب محجابه ده الأخوات ولا لها أولي الأبي أبا أصغنا ده بل إذ كبه داية لهن أخوات للأبي كاوحا أصغنا ده معها مع الشقيقة السدس أصغنا ده كما سبق سيد النبو صهر مريف وحا وين باب الفروض وقوله إلي البواكية إشارة وإشارة وإشارة إلى أنهن كبدها ميتك كو آبها يرثن إني دحليان بالبكاء بوين فقط بوين كريه دحلوه إليه وقوله يري باطنا وظاهرا اكمل به البيت بيتك كو دمايستر قال وحر الناظم كو وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النصب وليس ماهان ابن الاخ ولالك ويلكيسو بالمعصب اي معصبا متعصبيا من قف مثله اسقو كلا او فوقه اما اسقا ككوريه في النصب نصب اوغا كوري اما كلوميد مثلك اما فوق ده لبدا لو تعجي كره وليس ما هان ابن الاخ ويلك ولالك دلي بالمعصب اي معصبا من عصبين اي ما هان من قف مثله اسغا لميد في النصب نصب كلوميد او فوقه اما كركيسه كسغان في النصب نصب اوغا كوري
ابن الاخ وحا ولالكيس اسريه افر ويلي اهايين ابني ابن الابن اخ شقيقي اخ لابي هل كاس مره دي لغا غدبو قف ولالكيس حسبايه ويلي هما جير مركا وحا كو خيغ درجه كو خيغتا وا مخي اخ وابن الاخ ابن الاخ دو واحد دخلايو مع الصبيه وحا ويان غبد ولاشيسا كلغي سمالكا قاطا دو الارحام كاي كميت ولاشيس او مثلا بالفيري وحا جوغا ميد كيو دان اختا شقيق laba gabdhood oo midka ku aabiyo hooya iyo ukhta midalan ukhta shaqiq ko iyo ukhta li abi iyo ibnu akh acho midalan marka shaqiqatanku waxay qaadanayaan thuluthayn thuluthayn hatta qaateen ukhtada li abi ahwa qadi maxay yareey faradkiina waa la dhameystay akh li abi ahwa lasina noo xasabayna midju saasay meesha uga bixi akh mubaarak way way waxa markaas ay maalka thuluthka soo haray qaadan ibnu al-akh li abin kas meedka waxa uga dhaw akh ukhtada li abin ahad wa ka koreyna meedka iyadu way ka koreyda mana asabayna saga kaliis qaadan taas waa man fowqo ayada midlahuna waxa weeyeen waxa jooga midalan ukhta shaqiqatan iyo ابن اخ او شقيقه ابن الاخ شقيق ايوه بنت الاخ شقيقه marka ukhta shaqiqatan ka way qaateen thuluthayn koodi marka ay qaateen ibn al akh shaqiqah bint al akh oo shaqiqah oo shaqiqa waxa weyn bintadiisa oo la dhaafto asay ku abi hooya wax ka sii mama ومثله في النصابين كبدا حكاسي ما كلغي سقادنا انت صاحبت ثلث كه مركا ايدديسنا ما عصبيه ولاشيسنا ما عصبيه وي مركا سويري ولي سماهن ابن الاخ ورالك ويلكيسو بالمعصب اي معصبا مت عصبيه وخبر ليس دي من قف مع عصبيه مثله اسقو كلا في النصاب نسب كلامي اسقو كلا وحا وين وا غبا لا قلت gabadh la dalatay ama gabadh la ilmo adeerka waxa weey macsabeeyo oo bintu akh macsabeeyo oo fowqo ama ka koreeyo fina sabnaasabka uga koreeyo eedadiis macsabeeyo oo haday midal ahaan haday qaddo waxa weeyaan in ukhtadi oo li abin ma haday qaddo macsabeeyna ay soo macsabeeyna qalan sibdul mardin wuxuu yiri aqulu waxaan leeyahay ibnu akhi wa in nazala hosbahu dagee وابن الاخ ولالك ويلكيسو وان نزل هوس ما هو دغاي لا يعصم ما عصبيو بنت الاخ غبد او ولالك قلي او لسنا الله تي غبد اسو في درجه دي درجه ديسا او اما والله ال مادر اما اسي بلا دورتو كو ابط ما عصبيو كو ولالتي مدينه ما عصبيو فوق اسغا ككريده او من بنات اخي اما سي اختبا لبدا با نوقو كرتا ها لبدا با نوقو كرتا اجماعا لانهن غبدها او بنات اخ كو لانهن بنات اخ من ذوي الارحام كمدين وذلك ان كان ملتبس ومد كدهان بخلاف ابن ابن الابن بخلاف ابن ال بخلاف ابن ابن الابن وحوين ويلك ويلكيس فانهن ابن الابن جاء يعصب وعصب بنات الابن وعصبيا اللاتي قبلها صوفي درجه اسكو درجه ده كو والله تقبلنا وعصبية فوق وأسقى ككريضة لأنهن قبلاسوا من أصحاب السهمية كمدين وكذا سيدا صوكالاتو لا يعصب فير هو شيء دواكنا إددين هدو شيء أو اختبئها وكذا سيدا صوكالات لا يعصب معصبية ابن الأخ منقف فوق وككريضة من الأخوات قبلها أخواتنا معصبية لأنهن مستقليات وحي كنت اغتمعين بفروض هنا فرديالكم لكن إلا دانو إسكا وحاوية لفزي كذا ما فيه ما فيه sawta maray san farad ku deeqtoomi hadda waanaga miiteena iyo faradkii weydiin ama farad ha ku deeqtoonto ama ay ku deeqtoomin ma xasmayna hayla faradkii maray san ku deeqtoomin ay jirta waanaga dad miiteelinay laba gab ukhta oo shaqiqatan aday joogan oo faradkii qaataan ukhta li abin ay joogto akhli abin la waayo ibnu al-akhna u joogo marka ibnu akhaas qaadana ukhtadaas marka li abin ah faradna kuma deeqtoomin waxa weeyaan walaal casabayna weydey خلاص ويكو قد المياش ويكو قد
باب المشركة هذا محلها سائل كأقول ليه بكبضان يا كامي تمثيل هذا معناها صورة ذهان معها إن إدبا ذهان تمثيل فضطوي حكم الصورة ذهان لكن حق قلافك ومذهب تأه ومسائل كأقول أغل سائل كأقول أغل مركا هورتا سيدة كتاب كأيو التعلان مركا هورتا أمرينا مركا سان كدب إن أدلة مركا إسقلافين مذهب تأي كلا دريشدين وحكا إشارينا يسيدة مركاس إن أنو أرقنا إني تحي سيدة راجحة إلهي باقران صوابك مركا باب المشركة ألي هذا أرأضا لشدوه لنفتحيو باب المشركة هذا كان باب المشركة مدي اللوذاك سيدي باب كيدوي أي المسألة باب المسألة مسألة دي باب كيدوي مسألة دي المشتركة اللوذاك سيدي فيها مسألة دي حدي إذا بين العصبة الشقيقة عصبة الشقيقة إيا وبين أولاد الأم أولاد الأم أيا وذاك سيدي عصبة الشقيقة او ميك كو ابي هويا ويلل اما ويلل يا قبضاء ايوه اولاد الام ايا ولاد سيدي وهي مشركه بفتح راء راء ولا قرني وبعد قبل كود يكسرها وهوس لغا يكسرها وهوس لغا او خرا باب المشركه وانا شدا مساله دي وداجينيدي او وحي وداجيني اشقدا ايوه اولاد امك ايي وداجيني على إسناد التشريك وإذا كنت لو تيرينا إليها مسألة مجازها مجازر إذا لو تيرينا رحلة المسألة دي وإذا كنت ولا رحمة يكو أبيه يدا يكو كوه يدا أي وإذا كنت أي ذا وإذا كنت وبعضهم قبل كنا يسميها وحكومة على الباب وحكومة على المشتركة وطأو قلشة كما ذكرها المصنف وصيده شيئا قال وقل الناظم وإن تجي زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة وإن تجد هذه الشيء أجري زوجا إيا وأما هوي زوجك إيا هوي صوري ثا وحد حلين إيا وإخوة ولا لها صول للأم هوي أسق نعضي ولا لها سو حازو أرصدي الثلث الثلث كي إيا وإخوة ولا لها أيضا نغشي ولا لها صول للأم وأبي أسق نعضي واستقرقوا والحال استقرقوا قد استقرقوا أيضا ما يستين أصحاب الفروض وعلي فاعلك أن لسو شيقين ومعنى هلقى فهمه استقرقوا أصحاب الفروض اللي علي أن لسو شيقين ولا سو شيقين لكن لفظي قاسم لسو شيقين ولا سو شيقين وانجي سو شيقين الزوج إيه وحويان أم إيه إخوة لأم ساسا مع ولا صاشي لكن لفظي كان لقصو شيء من أصحاب الفروض ليراد مركا ديك أصحاب الفروض هانا تقول عليه واستغرقوا والحال قد استغرقوا أي ما يستين أصحاب الفروض أدلير وزوجة دي لصاشي إيه هوية دي إيه إخوة لأم المال مالك أي ما يستين بفرض النصوب النصيب يالك فرض كودي أي كرد ما يستين فاجعل كييل هم إخوة هم تلوحدوا عينين إخوة لأب وأم إيا إخوة لأم أبقوا ذا عينين هالمر فاجعل كيال هم إخوة كلهم دمانتوا لأم هو يقوى أسو ناري واجعل كيال أباهم أبوذ حجارا بقح بقح أسو ألقي الوطر في اليم بضا واغسن أقايبي على الإخوة ولا لها ثلث طريقة مالك ثلث كيس فهذه المسألة مسألة دانو المشتركة ومدي لوذاك سلي مسألة دان صورة دي دوحة وين أركان أفرايلا وحا شرط يكو زوج إنو جوه هدان زوج كو جيرين مسألة مشتركة لما إيدا قف سدو سلينا وينو جوه وانا هايو إيا جدا مدود قف كلاما نغو وحا شرط يكو أولاد الأم أولادا قارايا إنو جوه إخوة الشقاء أويل أما وحكا بدلو إنو جوه أفر تاسرقني إلا أفر تاسرقني مركة الهلالة إلا مسألة مشتركة أفر تاسرقني رقني هدي لواي مسألة مشتركة لما إيدا وينو جوجو زوج او نسلي زوج نسلي هادو سن جوجين ما زوج نسلي وينو جوجو اون فرع وارثان جوجي وا اني جوجو قف سدسلي او اه ام او جده وا اني جوجان اولاد الام او لبد او معناه ثلث قارك وا اني لبد هي وا شرط هبيسن لبد ماين ما اهم مساله مشترك اخوه الشقاء وان ويل كجو او يران
حتى يرهبان كنتم هالنقضي لكن ويلو أيو جو ويل يو حكا بلا هدو هالو ويل جو بقى كفلين هدو يكا بدا يهينا بالله عفر تاس ربني مركا اللي هوا مسألة دي بسيط بها انتفير سيدي اللي يقينو نحلو قدو سيشري واحا ويا مسألة اللي راهدو إميسا كتشرت أصحاب الفروض عصابة أكادي واحا كتشر الزوج أو النسل إي أولاد إي أم أولا سدس إي ولد أولاد أم أو ثلثلي صدح لاس فرادا كتشرت أن سدسك إي ثلثك ثلثك مقرد كسوة ثلاث كبحة سدس كنا ست كبحة ويسود حقلا يعني ستة كقبس نس كنا اثنين كبحة ويسود حقلا يعني حرام ملك مركة واحد كل سن ليح كل سن ملك مركة ليح كل ستو واحد لا يزوج كان نس كيسي سي وصدح وأوقات حق وكبح هو يلا يعني سدس كيدي سي أم أي يوكي تشوفه هل كيدي قالت لا بس صهرت and والأولاد الأم كا ثلثي لي مالك وسط حلوه رجال مال ستة محا ثلثة لبو سي حاجة كلام بحين إخوة الشقة أه وحي هايين وحي هايين عصبة صوماها عصبة حق يدمقوا أها هذي كل جد شجعان مالك أني ولا قاطع هذي أصحاب الفروض شجعان وح قاطع وحصار ربان وحص أي قاطع هذي أي مالك لما يستان أصحاب الفروض ما أني معاه ساسيه هل كاس مالك الله مرا يو عمر بن الخطاب مثلا اللوجي لي سيداس ودخل واقول لك كلت سنادي دنبا حدنا ايد يو كلا دخل مثلا ديو كلا سيدي انو دخلو دا سيدي مركو دخلو زوجيري سدخدا حق كلا بخ هوينا هلكاغا كلا بخ اخوته اولاد امك لبدي حق كلا بخ مركدي عاشقدي بلسو يراد waxay yiraahdeen labadaan waxay ku qaateen dhalka mid kan calaqada kala dhaxay hayta oo hooyadooda dhashay waxay yiraahdeen anaga aabaheen bal dhagax ka dhigtay bada ku to alaasna min ummi wah maana ku hooyaan di hooyaan ma wax lagu heli ku hooyaan ku waan qaadanaya maanta iyo anagu isku hooyaan marka wax meedkaas ay u yihiinona u ahayn ma jirto kuli waxaan dhahay inaan ku aabi hooyaan marka aabahaadu horta turba hadu waxay wax dhabay isku hooyo man ha bis markaas u qeybiyo oo yiri wallahi waa isku hooyo wey istiqwa istihsan sabayta iyo gud markaas uu raaqay qeybi thuluthiya loo qeybi mas'alatu musharaka leh hada qaadadii faraa'id ku dhan way qiraasan mas'aladaas sabta qaadadii faraa'id waa sanan sanshayna waxa ay asaba waa inay dhacaan mar hadii ahlul furud ku ahlul fard ku day dhamaystaan taas ay markaas uu wuxuu wa inta jid hadaad heshid zawjan zawj إيه هو أمان هويو زوج كاس إيه أمدا صوريتان حلين إيه هو إخوة ولالو ولالها صليلوم هويو أصنابي ولالها صلي حازو لما يستي الثلثة ثلثة إيه هو إخوة ولالو أيضا نخشي ولالها صلي أمي وأبن أصنابي واستقرقوا والحال قد استقرقوا أي لما يستين أصحاب الفروض كي المال مالكي بفرض النصوب النصيب يالك فردكو ذي كورما يستين فاجع الكييل هم إخوة دوطان لابد قيبه دو إخوة دو إخوة دوطان إخوة دوطان كلهم دمانتود لأم هو يكوى أصونا ذي واجع الكييل أباهم أبوه ذي حجارة تقع كالي تقع حاس ألقية في اليوم بدل غطوري واقسم أقيبي على الإخوة ولا لها أما كو هو يها هذين أما كو أبي هو يه ثلثة طريقة طريقة ذي ثلث كيد أقيبي فهذه التنو المسألة المشتركة ومسألة ذا قول لو ذاك سدي مسألة ذا لو ذاك سدي وي قال وحيري محمد بن محمد ابن أحمد سبد المرديني أقول وحالي سورة المشتركة مسألة ذا لو ذاك سدي سورة دي ذا أن تخلف وإني كتكت امرأة وإن إسلام إماته سكة لكم إما كرتو أن تخلف وإني كتكت امرأة إسلام زوجنين iyo wa umman hooyo iyo wa adadan tiro oo min awlaadi umya tiro waxa la rabaa inay laba un dhayeen isneen laba sagaba ku fasiray wa inay ka tagto iyo fa aktar wax ka badan ka bedelo isneen laba wa inay ka tagto iyo fa aktar wax ka badan way wa min al ikhwati walaalihi xaqoodana wa inay ka tagto walaalihi al ashqaa'i imeedka ku abii hooyaha akhan waahidan hal wiil iyo fa aktar wax ka badan toban wiil ha noqdeen laba tan wiil ha noqdeen shan tan wiil ha noqdeen toban wiil iyo toban gabdhood ha noqdeen sawaa waxa isku mida kaana inuu ahaabay macah wala wiilkaas la jirkiisa aw macahum
أما ويلاشة تتبدين لجيركو ده أخت شقيقة.